أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لابد من أن نبدأ بفلسطين. إن ما قدمه ويقدمه الشعب الفلسطيني من تضحيات على مدار عقود تضع الضمير الإنساني كله على المحك. إن قضية نضال الشعب الفلسطيني ليست قضية العرب وحدهم، ولكنها قضية الحق في مواجهة القوة. لقد كان مشروع القرار الذي شاركت مصر في إعداده وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي بأغلبية 128 دولة دليلاً جديداً على أن الحق العربي في القدس هو حق ثابت وأصيل غير قابل للتحريف أو المصادرة.